الصراط لغة الطريق، وهذا الصراط غير المذكور بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط مستقيما، هذا طريق ينصب على ظهران جهنم يعني على عرضها، ولا بد لكل إنسان أن يجتازه. وأشير إليه بقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إذا قيل لك ما هي أخوف آية في القرآن فقلت آية سورة مريم وإن منكم إلا واردها، أي النار، كان على ربك حتما مقضيا، أمر حتمه الله أوجبه على نفسه وقضاه لا رجعت به. وكان الصالحون وما زالوا، الله المستعان، لا تتحرك ربما قلوبنا. أخوف ما يخافون من هذه الآية حتى بعضهم كان يبكي بكاء طويلا، بكى بكى حتى استيقظ أهله فرأوه من شدة بكاي فبكوا معه حتى هدأ، فقيل له يرحمك الله ما أبكاك، أبكيتنا معك، قال تذكرت الصراط وأني مار عليه، أكيد أني مار لكن أنجو أو لا، لأن الله قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، نتركهم جاثين على ركبهم. يقول تيقنت أنني سأرد النار ولكن لا أدري هل أنا ممن استثنى الله. ما معنى استثنى الله؟ اللي قال ثم ننجي الذين اتقوا، هل سينجيني الله؟